الكراهات اللي غادي تواجهها الفرق بعد ما غادي طبيعة الحال الانطلاقة ديال البطولة ولا ديال المباريات والتدريب بصفة عامة على جميع المستويات سواء كرة القدم ولا الرياضات الأخرى. يعني حنا كنتسناو القرار ديال الدولة، يعني ما كاينش واحد غادي ينوض يبدا يدرب بوحدو الفرق ولا غادي يبداو المقابلات. يعني الدولة هي اللي كتشوف واش هذاك الوباء ولا ديك الجائحة يعني نقصات، وبإمكان الفرق باش يستأنفوا التدريب ديالهم والمباريات. هنا الإكراهات اللي غادا تكون، كاينين الإكراهات باينة، كاينين جوج الإكراهات تقريبا اللي كيبان لي أنا طبيا، يعني كاينة إكراهات طبية وكاينة إكراهات غير طبية. الإكراهات الأولى هي الإكراهات المادية بالنسبة للفرق، واش الفرق مستعدين تما يدخلوا في التدريب ويدخلوا في المباريات؟ وكتعرفين يعني الفرق يعني بحال شبه شركات، لانه ما كانش عندهم حد مدخول، ما كانش لو بوبليك، ما استمرتش البطوله الفارطه. غادي يكونوا بالطبع واحد الاكراهات ماديه، كاين عندهم الناس الموظفين، عندهم بزاف ديال الحوايج، دونك هما غادي يديروا الحسابات ديالهم وغادي يشوفوا واش يعني يمكن لهم يدخلوا في التدريب ولا شنو. هنا غادي تحل، خاص نشوف المشكل ديال المشكل المادي، بغينا نقولوا المشكل المادي بصفه من الجهه الاولى بالنسبه للفرق. وكاين اكراهات اخرين، اكراهات اللي كتبان لنا حنايا طبيه، لانه من بعد الحجر الصحي وهذا الشيء اللي عشناه مع الجائحه بدات كتظهر علامات اضطرابات نفسيه عند بعض الاشخاص، ما كندويش على الرياضيين، انا بصفه عامه عند الاشخاص، لان بطبيعه الحال الشخص يعني مريح في الحجر الصحي، ما خداش، ما عندوش مدخول، عنده مصاريف، عنده اولاد، عنده يعني هاد المشاكل اللي كتاثر عليه، وعاد كنقولوا بان يعني كيحس براسو بانه بحال في شبه السجن، يعني هو ما تيخرجش وما تيقدرش يخدم وما يقدر يجيب والو للوضع. بالنسبه للاعب تقريبا المشكل كيتشابه، اللاعب حتى هو ما كانش كيتريني، كتعرف واحد اللاعب اللي ما كيبقاش يتريني بدا غير ما كيبقاش يتريني كيحس بواحد واحد مشكل نفسي. حنا عندنا اللعابه ديال الكره ولا لعبه الرياضه خاصو فين ما يضر يضرب كره، فين ما يضر خاصو يلعب. انت زيرتي حجر صحي ما كيترينيش ما كيلعبش كره، يعني بحال ما كيمارش الخدمه ديالو. ثانيا هذاك اللاعب نفسه هذاك المشكل النفسي كيكون ناتج ثاني على المشكل المادي، لانه واش كتخلصوا الفرقه، واش ما كتخلصوش، ما بقاوش عنده لي بري، ما بقاوش لي ماتش، عنده وليدات، عنده دونك عنده مشكل نفسي. اذا هذا الرياضي هذا حتى هو واش مستعد نفسيا باش يستأنف المباريات، يستأنف تدريب البطوله. من طبيعه الحال هنا كنأكد عليها، لأنه بالنسبة ملي غادي يتحل بدا التدريب هنا كيخص تكون مواكبة طبية صارمة، يعني بالنسبة للطبيب ديال الفريق والطاقم الطبي، بالنسبة لجميع اللاعبين بما يتعلق المرض بصفة عامة وما يتعلق الوباء الجائحة ديال كوفيد 19. وفي نفس الوقت كاين بعض اللعبة اللي غادي يكون كيخصهم واحد المواكبه من طرف كوتش نفسي، فهمتي؟ يعني خاص تكون واحد المواكبه نفسيه باش هذاك اللاعب يمكن ليه يكون مستعد 100% للتدريب ديالو والمباريات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.